اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج صحتك في مطبخك. النهارده معانا ضيفه ظهرت في الفضائيات واتشهرت جدا في وقت قصير ونالت كثير من الاعجاب من جميع الاعمار والفئات من خلال برنامجها الشهير الذي يذاع على سي بي سي سوسه. استاذه نجلاء اهلا بيكي يا حبيبتي. كده طبعا دلوقتي الناس عرفت مين من الكرتون على طول. طيب ماشي. اول حاجه عايز اعرف حضرتك اتشهرتي جدا في وقت قصير جدا جدا جدا. الحمد لله. وحضرتك عارفه طبعا ان اكيد البرنامج بتاعك اخد اعلى نسبه مشاهده من ضمن البرامج اللي اخدت اعلى نسبه مشاهده. فعايز اعرف مين هي نجلاء الشرشابي، يعني الناس عايز تعرف مين هي نجلاء الشرشابي. والله عادي، ست عادية جدا. يعني متزوجة وعندي أولاد، أربع أولاد، بنتين وولدين وحفيدة صغيرة، وخريجة مش حاجة مرتبطة خالص لا بالإعلام ولا بالطبخ ولا الكلام ده، تجارة عادي جدا. بس أنا هاوية الطبخ من صغري جدا جدا، وسعيد كتير إن أنا أوصل لحاجة زي كده. بس يعني كان سعي مش بإلحاح، يعني إن أنا إيه جت ما جتش خلاص نصيبي بقى. فكان مثلا كان في قبل كده فتافيت ان انا اروح ان انا اقدم فيها، بس ما عرفتش اوصل لهم خالص. وبعد كده ما جه بقى الاعلان في النت بتاع سي بي سي، طبعا جريت قدمت فيه على طول، وقعدت بقى كذا اختبار وكده، الحمد لله يعني وافقت فيها الحمد لله. طيب الحمد لله. الحمد لله. طب مدام نجلاء، انا سمعت قريت يعني مقال بيقول ان مدام نجلاء الشرشابي بتقول ان قناه فتافيت خسرتني. انا عايز اعرف هو ده حقيقي؟ لا ده عارفه شغل فنانين يعني. عارفه فنانين بيطلع عليهم اشاعات. لا دي ما حصلش طبعا، انا اصلا ما رحت لهمش اساسا خالص. هو كان في تقديم حاجه زي اللي كانت جايه في سي بي سي سفره دلوقتي، لو عايزه انضم للمجموعه اقدم. كان قريته وحاولت ان انا اقدم بس ما عرفتش اوصل لهم. بس فطلعت بعديها على طول بقى، لقيت الاعلان في النت بتاع، مش كان سي بي سي، كان شركه قبليها اسمها ايماجين، كان قبليها بسنه دي قدمت فيها، وروح قعدت معاها سنه تسجيل. كان عندهم، ما كانش في المدينه، ما كانش في مدينه اعلامي. هو اللي قدمت عندهم وعملت اختبارات عندهم ونجحت عندهم. وبعدين لما فتحوا سفره فانضمت ليهم بقى، بس عن طريق ايماجين برضو. سجلت مع ايماجين، وكانوا يبيعوا الحلقات لمين؟ لسي بي سي سفره. بعد كده بقى احبوا ان هم يدخلوني هوا، رحت ايه واخداني سي بي سي سفره. في السنه اللي بعديها دخلت هوا على طول. مبروك. طب مدام نجلاء، حضرتك مش واخده بالك انك يعني وصلتي بسرعه جدا في وقت قصير قوي قوي للناس، يعني حتى جميع الفئات، يعني مش مثلا طبقه معينه ولا اي حاجه، لا بالعكس كل الطبقات دلوقتي الحمد لله. يمكن عشان الاكل بتاعك بتقدميه ساعات بتجيبي حاجات مكلفه، بس بتحاولي تبسطيها للناس على قد ما تقدري. يعني حتى في اول الحلقه بتقولي معلش هي مكلفه بس لازم شويه كده وشويه كده. طب حضرتك شايفه يعني ليه الناس بتحبك بالطريقه دي، او شايفه ايه اللي بيميزك عن اي برنامج يخلي الناس يتفرج على نجلاء الشرشابي؟ اشمعنى؟ بصي، اول حاجه توفيق من ربنا والله بجد. يعني فعلا اللي ربنا بيحبه بحب فيه خلقه. الحمد لله يعني. وبعدين بتتعاملي باخلاص جدا وتوصلي المعلومه صح. يعني انا لازم لما اعمل اي حاجه ما اقولش انا هعمل حلقه كده وكروتها وامشي وخلاص واعمل اللي عليا. لا خالص، لازم ان انا بتاكد ان الحاجه دي مظبوطه وان اللي هيعملوها من ورايا يطلع صح. فلازم اجربها، لو انا حاجه ما جربتهاش قبل كده لازم اجربها واشوف اقل تكلفه ليها ممكن اعملها ازاي، وابدل ايه مكان ايه عشان اوصلها لابسط حد في المصريين كلهم وفي العرب كلهم عامه. اقل واحد في الشعب ممكن هو يعمل اكل حلو من التلفزيون. لكن زمان ما كنت بتفرج على البرامج كلها مكلفه 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 فعلا. عشان تقعدي تتفرجي واحد هيعملها و20 لا. مش هتشد الناس زي ما حد يعمل حاجه بسيطه، يعني بيعمل بيعمل حاجات يعني حاجات نظيفه قوي بس بتكاليف بسيطه شويه يعني. ايوه فرق ابسطها لهم. زي مثلا وصفه، مثلا من ضمن وصفات تشيز كيك مكلفه صح،
عشان تيجي بقى جبنه ما اعرفش ايه وده ايه وده مكثف ايه وده حاجات كده كتير وغاليه جدا عشان تعملي واحده. طب مين غلبان هيقدر يعملها؟ صح، مش هيقدر. انا بقى قعدت بحثت وعملت حاجات كتير جدا لغايه ما وصلتهم ان هو ممكن يعملوا تشيز كيك بجبن القريش. جبن القريش بكام؟ شفتها. ايوه انا اغلبيه اكلي كده بقى بوصل لاقل اقل حد ان انا اخليه يعمل الحاجه الحلوه قوي بس بسيطه خالص ونفس الطعم واحلى. يعني انا مش عايزه اقول لك جبنه القريش دي خدت اعجاب ناس كتير جدا لدرجه يعني واحد كان بيحبش الجبنه ولا ياكل الجبنه القريش خصوصا يعني لما سمع اسمها بس لا 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 مش هدوقها لا، بس انا اصريت ان هو يدوقها. ما تعرفيش كلام منها قد ايه. فهي البساطه اهم حاجه والاخلاص في العمل، وانك ما تعمليش عارفه انت اقلب واجري، دي مش عندي خالص خالص. لازم اعمل حاجه صح واعملها على قدهم واعمل الحاجه اللي في السوق، ما اخليش حد يدوخ. يعني انا لو بعت الانتاج عندي ان هو يشتري لي مثلا حاجه فلانيه وما لقاهاش في السوق، مش هوديه بقى مكان غالي يروح يشتريها منه عشان مش موجوده في الموسم. لا خالص، ما لقيتهاش لا خلاص ما تجيبهاش، مش هعملها. اوكي، عشان حضرتك بتراعي الناس ان هم برده ممكن يدوروا على حاجه وما يلاقوهاش. عايزاهم يلاقوها في المحل اللي جنبهم، في السوبر ماركت اللي جنبهم، في الراجل اللي فارش في الشارع، عايزاهم يلاقوا الحاجات دي كده. انت واخده بالك ازاي؟ انها مش مثلا لا ده مش الموسم بتاعها بقى دوروا. لا ما بحبش كده. طب مدام نجلاء، حضرتك في اعداد معاكي؟ يعني في حد بيساعدك طبعا في الافكار، في الاكل، الوصفات، الحاجات دي؟ حد بيساعدك يقول لك مثلا طب ما تيجي نشيل مثلا السمنه او الزبده دي ونحط احسن زيت، ولا انت اللي بتطلعي الوصفات وانت اللي بتحددي بتشيلي وبتبدلي مكانه حاجه؟ اول سنه كنت شغاله من غير اعداد، كنت شغاله لوحدي، كنت اشتغلت بجيب حاجتي بنفسي، بوضب اكلاتي، انا اللي بعمل كل حاجه. يعني اول سنه كنت وانا في الجيش بعمل كل حاجه، واخده بالك؟ دي بقى خلتني اعمل زي ما تقولي بتعملي اساس للبيت كده. جربت كل حاجه بتعمليها في البرنامج، هي نفس الحكايه كده، جربت كل حاجه، كنت بحضر لنفسي، بشتري اعداد لنفسي، كل حاجه. بعد كده ما رحت بقى هوا، فجابوا لي طبعا معده معايا بتجيب لي اكلات، ونقعد بقى نوضب انا وهي، اقول ده ينفع ده ما ينفعش، لا هنشيل ده ونحط ده. حتى انا مثلا لو بجيب اكلات ساعات اجيب اكلات صينيه، اكلات هنديه، اكلات اي حاجه. حضرتك مش بتركزي بس يعني على الاكله اللي هو يعني حضرتك بتركزي كمان على المحافظات. يعني مثلا المحافظه دي بتاكل مثلا الفيوم معروفين بالفطير مشلتت، فحضرتك يعني مش بس في القاهره، لا انت كمان. لا 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 بنتهز اي فرصه اشوف حد فيها من اي حته واقول له انت بتعمل اكل ايه في بيتك؟ انت مامتك بتعمل ايه؟ جدتك بتعمل. بحب الاكلات القديمه جدا جدا. وفي علمك في اكلات قديمه فظيعه ما تعرفيش هو كانوا بيعملوها ازاي، وطول بال عليهم يعني لا عندهم بقى امكانيات زي دلوقتي ولا سرعه ولا الكلام ده، لا بس هم كان عندهم طول بال وبيعملوا اكلات حلوه جدا جدا. يعني ممكن صعب تعمليها دلوقتي مع اننا عندنا اجهزه والعجان والكلام ده. فعشان كده بحب اوصل للمعميع المعميع. طب ما دام انك عايزه اعرف من حضرتك حاجه دلوقتي، احنا برنامجنا اسمه صحتك في مطبخك، يعني بيتكلم عن الصحة والتغذية وكده. حضرتك بتهتمي اكتر انك توصلي للناس الاكل الصحي، ولا اهم حاجة يعني الاكل الصحي بالقيمة الغذائية بتاعته، ولا لا الحاجة المعروفة مش مهم، انا مهتمش مثلا، انا مهتمش ان انا عادي ممكن تحطي سمنة مش مهم يعني. قصدك يعني حاجة شايعة وخلاص او اكل والسلام؟ لا انا لسه بقولك مش اكل والسلام خالص. لازم الحاجة تبقى تركيبتها مفيده جدا، وما تحطي خضار ده على الخضار ده بيديكي فيتامين ثالث خالص، بيديكي حاجه ثالثه، فدي حاجات مهمه قوي. طيب يعني حضرتك شايفه ان البرنامج بتاع حضرتك اسمه على قد الايد، ماشي هو على قد الايد بس هو فعلا صحي؟ يعني حضرتك بتهتمي تطلعي وصفات صحيه، ولا بتهتمي ان الشعب لازم ياكل مش لا. مهم لازم ياكل ولازم صحته كويسه؟ لا 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 لازم ياكل ولازم صحته كويسه، فدي حاجه مهمه جدا. يعني انا بخليه بالعكس، ده انا بخليه يحافظ على صحته من ابسط حاجه عنده. يعني في ناس تقول لك ده انا يا عيني النهارده انا ما باكلش غير فول، مع ان اصح حاجه دي الفول. انا بوجهه لدي، مش بخليه يحس ان هو غلبان ومش قادر ياكل غير الفول بس، ده انت بالعكس انت ربنا بيحبك، ده الفول ده اصح حاجه. لو هتعمل دايت الفول مهم جدا، لو عايز تبقى بصحه كويسه تاكل فول مقوي المناعه كويس جدا. فالحاجات دي كلها من حاجات بسيطه، فانا بس بشاور للناس لا انت ما تستهونش بدي، لا دي هي حلوه قوي. السبانخ كلها حديد طبعا، احنا كلنا عندنا السبانخ بنعملها مره في السنه مرتين في السنه، لا انا بواجههم ان هم يعملوا منها اشكال كتير وعجائن ورز بالسبانخ وكيكه بالسبانخ، بنوع منها حاجات كتير جدا. طب مدام نجلاء، حضرتك شايفه ايه اكتر اكله او ايه اكتر وصفه عليها الطلب؟ يعني ايه اكتر حاجه الناس على طول مدام نجلاء
على طول البيتزا دي بترضاني بكل حته. حضرتك تفتكري اشمعنى ليه البيتزا يعني؟ مش عارفه يعني، مش عارفه ليه بجد يعني. فعلا البيتزا اكتر حاجه شد الناس قوي. يمكن عشان بره في المحلات غاليه، هم عايزين يعملوها بحاجات بسيطه يعني، ان انا بعملها باقل التكاليف يعني. بخليهم يعملوا بيتزا من ببلاش، ببلاش من مطبخ كده، كوبايتين الدقيق حطيتي عليها حبه جبنه بيضة على كام زيتونيه، خلاص انت عملتي بيتزا. طب هي ممكن مثلا تتكلف كام مثلا البيتزا دي لو حد؟ لا ما انت ممكن تكلفيها من 2 جنيه لغايه 50 جنيه. لا يعني حضرتك لما بتيجي مثلا حد، حضرتك مثلا بتعمليها بتكلفيها يعني في حدود كام؟ ما انت حسب الحشوه بتاعتها يعني. قصدي مثلا دلوقتي لو جالك مداخله تليفونيه وقالت لك انا عايزه بيتزا، حضرتك بتشوفي مثلا هي من محافظه او من ايه، فعلى اساسها بتدي لها البيتزا اللي هي هتتعمل بتكلفه قليله؟ لا ولا لا لا، انا بقولها الحشوه اللي انت عايزاها، انا بديها العجين واديها اللي فوقيها، بديها العجينه بالصلصه، بتدي لها الاختيارات فوق براحتك. انت ممكن تحطي لو عندك أيوة كذا، حطي كذا، مش اللي على قد ايديك بقى، واللي بتلاكتك حطيه في النص، وحطي جبنه موتزاريلا عليه، معلش خدي نص كوبايه لو هي يعني حد ايه بسيط وعايز يعمل بيتزا. فاهماني ازاي؟ طب عايز اعرف حاجه برضو، حضرتك لما جيتي يعني اسم البرنامج على قد الايد، هي دي كانت فكرتك ولا دي كانت لا دي فكره الشركه اللي انا كنت فيها. كان معايا مخرج جامد جدا اسمه سامر الجامد، بس كنت في كل حته بصراحه، لان هو ده اللي قعدني في الجيش. هو ده كان القائد بتاعي، كان يقول لي صرفي اتصرفي، ده اللي خلاني ان انا اخش بقى بقلب جامد جدا في كل حاجه. يعني انت عارفه لو دخلت التصوير وفي حاجه ناقصاني يقول لي مش هقفل، انت اتصرفي. فما ازاي، فخلاص خليني ان انا لازم مجهزه نفسي. ايوه انا فعلا حضرت معاكي يوم تصوير، وكنت حضرتك بتعملي عجينه وكنت عايزه المضرب. ايوه وما لقيتيش المضرب، ولقيتيه بعد التصوير، فانت قلتي خلاص عادي يعني، مش معنى ان احنا مش عندنا مضرب، انا مثلا مش هضرب يعني مش هعمل عجينه بالظبط، هعملها بشوكه، هعملها بايدي حتى، اي حاجه. فما ازاي. أيوة فهو عيشني في الجو ده سنه كده، اتصرفي احنا دخلنا تصوير اقفلي، شغلي بقى ذهنك قبل كده، حضري حاجتك قبل ما تخلصي، راجعي على كل حاجتك. فده من ضمن النجاح بصراحه يعني، الحمد لله. اعتقد دي الحاجه اللي ممكن تكون ميزت حضرتك، لانك انت يعني موريه الناس ان كنتوا تقدروا تعملوا اي حاجه في اي وقت باي امكانيات، حتى لو بسيط يعني، مش لازم. لا ما انا بقول لك كمان، كان هوايتي ان انا اتفرج على البرامج. فكان البرامج زمان بتعقدني بصراحه، الاقي المذيع خلاص طب انا يا جماعه ما لحقتش اكتب يعني، ما لحقتش اقول انت عم تعمل ايه، خلاص ده كان بيزهقني. عشان كده اتعلمت، عارفه اللي بيتعلموا من اخطاء الاخرين، انا كده بالظبط. طب انا عايز اعرف حاجه برضو، حضرتك دايما بتستخدمي السكر الابيض والدقيق الابيض، قليل قوي لما بتستخدمي مثلا اللي هو الدقيق الاسمر عشان العيش بالرد. طب ليه؟ مش انا عايزه اعرف يعني الجمهور وكده، عايزه يعني يعرفوا، هو هل السكر البني والحاجات دي تكلفتها اعلى مثلا من السكر الابيض؟ يعني طبعا. ليه الناس بتتجه للسكر الابيض في معظم البرامج لو هو برنامج عادي يعني، مش حاجه تغذيه؟ لا ما السكر البني غالي كتير جدا عن السكر الابيض، والدقيق البني برضو او الدقيق الاسمر اغلى كتير جدا. هو مش متاح الدقيق الاسمر قوي يعني؟ لا موجود بس غالي. طب انا ممكن بعمله ايه لما احب استعمله؟ بحطه رده بقى خلاص قلبته بقى اسمر. السكر الابيض ده بحب استعمله في بني، بحط له عسل اسود خلاص بقى اسود. طب هو كده، هو كده مش كده يعني، في بيبقى في سعرات حراريه كتير لما يكون سكر ابيض نحط، ولا هو هو هو, هو. انت اساسا السكر ده مش متكرر، هو البني ده. فاهمه ازاي؟ واخدينه بخيره كده زي ما هو، انا برجع له خيره تاني. برجع كل حاجه لاصحابها. يمكن عشان كده حضرتك يعني دخلتي بيت كل يعني كل شخص لله. مصري مش مصري بس يعني عربي، وهيك بتجيك مداخلات تليفونيه كتير جدا من يعني الحمد لله. الحمد لله. طيب مدام نجلاء، انا عايزه اعرف منك مثلا ايه الوصفات الصحيه اللي انت عملتيها قبل كده مثلا في البرنامج بتاعك؟ كتير. زي ايه مثلا كده يعني؟ لا حاجات كتير جدا، خصوصا لما بيحب مثلا وصفات للدايت او الكلام ده او السكر او الكوليسترول، لازم عملت حاجات بس قليله مش كتير عشان ما زهقش الناس وقلب بقى دكتوره والكلام ده. لسه اعتقد الوقوف في المطبخ كتير يخليكي فعلا تبقي دكتوره تغذيه. انا بحس كده يعني، بحس ان حاجه ممارسه اكتر. انت لازم بقى خلاص، وبعدين واحد في المجال ده لازم يدرس بقى حواليه، يقرا كتير في النت وكتب والكلام ده، بحيث ان هو لما يجي يعمل حاجه انت ممكن تحطي حاجه بهدل الدنيا، او لو قلتي مثلا لا ده ينفع لمرضى السكر ومبوظت، يا خرابي ينفع عليك قضيه على طول. فلازم ابقى مظبطه ومذاكره حلو جدا، فلازم يعني. انما اكلات صحيه كتير جدا، حتى لما بعمل اكل عادي بتاع ناس عاديه جدا ممكن اقول لهم في وسطي زي ايه مثلا؟ الصحي ولا العادي؟ العادي كتير. الصحي
لا الصحي اصلا باب بوز الزيتون بس طبعا بقدحوش بحطه في وسط الاكله، بعمل اكل مسلوق، بعمل خضار مشوي، فراخ مشويه مثلا، لحوم مشويه قدر الامكان. بس انا يعني انا تخصصي الاكل العادي، بس لما بحب حد يسال ابقى عندي اجابه ليه، احط له حاجه مكان حاجه زي ما قلت لك كده، اشيل مثلا سمنه واحط زيت ذره، زيت زيتون، الكلام ده. بس مش قلبها يعني عياده ولا حاجه. طب مدام نجلاء، ممكن يعني انا لاحظت اول ما حكيت لما طلعتي كنت زياده في الوزن شويه، بعد كده لقيتك لا يعني خسيتي، يعني جات لي مداخلات تليفونيه كتير جدا، عايزين نعرف ايه يومك عامل ازاي، يعني بتاكلي ايه، عايزين نعمل زيك. بص هو انا ما خسيتش كتير، ان الكاميرات الاول كان عندنا الكاميرات اللي هي بتعرض عامله زي العدسه كده، فكنت تلاقيني ضربه كده بالعرض ماليه الشاشه. انا فعلا لما شفت اول مره قابلت فيها حضرتك لقيتك مش تخينه خالص، مش التخن اللي بيطلع اللي بيجي في التلفزيون يعني. ايوه لا بيخمكوا. وبعدين انا بقى بدات مع نفسي ان انا لازم احافظ شويه بقى مع نفسي، بس انا عامه مش اكيد، انا طبيعتي يعني اساسا مليانه من صغري في مناطق ومناطق يعني. بالظبط مناطق يعني معقوله. بس ايه مثلا يعني هيك مثلا كنت بتفطري ايه، بتتغدي ايه؟ لا هو بصي اهم حاجه واحد ده اللي بطلتها كان اكتر حاجه ان ممكن تملاني فعلا العشاء، كان لازم العشاء ده مثلا بتاكلي عيش فينو بالليل وشاي بلبن، والكلام ده كان قاعده عندي اساسيه كده. شاي بلبن بالعيش الفينو، تاكلي سندوتش معاه جبنه حتى بهدل الدنيا. الى العشاء ده فعلا اللي خلاني انزل مره واحده قله العشاء، يعني حضرتك العشاء ده عندي اساسي. يعني حضرتك عايز تقولي ان الفطار كان عادي، فطار اللي هو الفطار العادي بتاع يعني كل يوم اللي هو الفطار العادي، يعني مش دايت، مش حاجه دايت. لا مش دايت، والغدا كان عادي هو، بس الفكره في ان احنا شلنا وجبه العشاء، شلنا وجبه العشاء وبطلنا العشاء فيه شويه ونقلل في الرز والمكرونه. وخلي بالك انت لوحدك كده لما بتبطلي عشاء معدتك بتكش لوحدها، بتلاقي نفسك بتفطري قليل، بتتغدي قليل لوحدك، فده بقى النزول البطيء جدا بس المريح. لا انت بتحرمي جسمك ولا بتنزليه مره واحده فيرجع مره واحده. ان انا عملت قبل كده دايت فعلا مع دكتور زودني مش نزلني، انا اصلا مش اكيله، فاداني خمس وجبات واداني حاجات خلتني. انا قلت له في ايه بقى؟ مش كده. فدي بقى اللي خلتني ان انا قلت لا 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 انا همشي على نفسي، انا هعرف اخسس نفسي ازاي. طب حضرتك مثلا ما فكرتيش تاخدي ادويه تخسيس او عمليات؟ لا فكرت. لا عمليات لا لا ما بحبش عمليات، انما ده تخسيس خدت بس ولا عملت بس حاجة. ما عملتش حاجه خالص، هي خدت جه مده بس خدت أدوية اللي هي بتقفل الشهية شوية، وبعدين منعوهم من السوق جابوا أدوية تانية. قلت والله ما نقدر ده ولا ده، هو واحد يقفل بقه بس كده. بالظبط فعلا. طب عايز أعرف، هو يعني أنا لاحظت إن معظم البرامج معظمها على سي بي سي سفرة مفيش مداخلات تليفونية، ولو في مداخلات بتبقى معظم البرامج مش مباشر، يعني بتبقى حاجات إيه يعني حاجات متشالة، يعني في الإيديتنج شالوها، يعني شالوا مثلا مداخلة كذا، ساعات بتحصل يعني كلام بيحصل من الجمهور كده. فحضرتك اشمعنى يعني بتحبي تستقبلي المكالمات؟ ما اعرفش حضرتك بتحبي ولا مش بتحبي، بس انا بقول يعني لا اكيد بتستقبلي. لا بستقبلها عادي جدا. طب مش بتحسي ان هي يعني بتعمل عليكي كده حمل؟ مش خايفه وانت مثلا تتلخبطي في الوصفه وانت بتعملي؟ يعني بحس كده، بحس اللي هو طب انا هركز في المكالمه ولا هعمل الاكل؟ لا عادي، ولا يمكن عشان هي في الاير بيس؟ لا عادي، بيكلموني واقول لهم حاضر، بس يعني انا بفضل ان انا ما اجاوبش سؤال وانا شغاله في وصفه. والله حاضر اوكي، واخد من الناس سؤال واركنهم على جنب في وقت بعد الوصفه عشان ما لخبطش الجمهور مني. ما بقاش بعمل في وصفه واقول وصفه ثانيه، فاللي يجي يسمعني يا ترى انت بتقولي بدي ولا بدي، بتعملي ايه بالظبط؟ فبركن السؤال شويه، اخلص اللي في ايدي وبعدين اجاوبه عليه. طب حضرتك شايفه ان بتبقى حاجه ممتعه بالنسبه لك وانت كده تعملي وصفه وعندك ناس بيقعدوا يكلموكي ويجاملوكي والحاجات دي، ولا بتحسي ان يعني انت يعني موضوع المداخلات التليفونيه ده في ايدك، يعني انت اللي بتبقي عايزه يبقى في ناس يعني في تفاعل بينك وبين الناس، ولا لا؟ تمام، ولا يعني انا مثلا حاجه مجبوره؟ لا مش مجبوره خالص، انا بحبها جدا، بحب كمان اعرف رد. يعني انا كنت من مشجعي جدا ان انا اطلع هوا عشان ابقى مع الناس. هي بتفرق الناس بتحس ان يعني يعني انت معاهم كل يوم، مش حاجه مسجله وبتتذاع. ايوه لا انا ما بحبش المسجل خالص، انا عندي حلقه مسجله واحده بسجلها بدايق منها جدا،
ما فيهاش بقى الكلام في التليفون. انا بحب الكلام ده ان كانوا في التليفون وتفاعل مع بعض. طب كذا، حتى شفتي حلقات ليا كانت حموات وبنات. بحب الحواديت جدا. ايوه بتدي نصايح البنت تعمل ايه مع حماتها وكده، مش طبخ بس. لا 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 لا, لا. طب ما خبيره كل حاجه. ما شاء الله. طب ما دام حضرتك مثلا مش ناويه تطوري حاجه في البرنامج، يعني انت مش ناويه تعملي فكره جديده، تغيري الباب الاخضر؟ بحاول. الباب الاخضر؟ لا هو الباب الاخضر ده وش خير عليا. لا لا لا. بس انا بحاول انا اجدد فيه، يعني كل شويه بحاول احط حاجه فيه جديده، حركه جديده ادخل فيه. مثلا بحاول بقى ان انا ادخل حاجات تانية، بس بحب ابقى مميزه، يعني ما بحبش اعمل حاجه زي حد. ان ما اتفرج عليكي، ما انت كل برامج زي بعض بقى، فانت تبقى حاجتك انت اللي مش عند حد. فاهمه ازاي؟ حضرتك عارفه ان انا في الاول لما كنت بتفرج على البرنامج انا كنت فاكره ان ده بيت حقيقي، يعني كنت فاكره كله كان بيقول كده، ده بيت وكان فيه توم ثبت فيه توم كده. كان متعلق، فانا كنت متوقعه، وساعات كنت الاقي الثبت وساعات مش بلاقي الثبت، فقلت ايه انا ده اللي توقعته. بعد بتروحي السوق بالظبط كده، بتروحي السوق وبتيجي. فبس بس لما جيت للاستوديو لقيت ان هو مش يعني كشك صغنطوط كده، يعني غير ما هو باين للناس. اعتقد ممكن تلاقي في ناس لسه مقتنعه او شايفه ان هو ده فعلا ده المطبخ. يعني على فكره في برامج برضو على سي بي سي سفره، هو مضمونها حاجه والشكل بتاعها حاجه تانية خالص. يعني هما بيبقوا عايزين يوصلوا للناس فكره، بس كديكور انا مش ما وصلتليش بالمعنى اللي هما عايزينه، يعني ما نجحتش. مكلفه قصدك الديكور؟ مكلفه. هما بيبقوا عايزين يوصلوا حاجه بس انا ما حسيتش ان هما قصدهم كده، يعني غير على قد الايد. واضح ان ده بيت بسيط جدا، باب اخضر قديم. ده برضه مسامر الجمل برضه، خلي بالك. ده يعني فكره الباب القديم ده هو اللي عشان على قد الايد دي، والتوم وكل ده. دي افكار، بقول لك افكار جهنميه ما شاء الله عليك. فهو ده اللي عمل كل كانك في بيتك بالظبط، ما تتخيليش ان هو ده مش والراديو والحاجات الجامده دي. طب والمنافسه داخل القناه عامله ازاي؟ يعني في تنافس كده بينكم، كل واحد بيحاول ينافس التاني، ولا لا كل واحد ماشي على لاين تاني اصلا؟ لا لا، احنا عندنا كل واحد ليه اتجاهه، كل واحد ماشي في اتجاهه. يعني ما عندناش ان في، لا بالعكس احنا كلنا بنحب بعض جدا. لما شفتنا في عزومات في رمضان بنلم بعض، دي حلوه جدا جدا، يعني بس احنا اسره كلنا مع بعض، حلو قوي. بس هقول لك على حاجه مدام نجله، مثلا غاده تلي وسالي فؤاد هما متخصصين اكتر حلويات، عجينه السكر ومش عارفه ايه والحاجات اللي هي يعني معقده شويه. مش سهل تعمل في اي بيت. بس بعد كده لقيت حضرتك قدمتي برضو للناس اللي هي الكيك اللي بالعجينه السكر ومش عارفه ايه. طب هي دي كده مش منافسه؟ يعني كده مش شفتي مثلا غاده عملت كذا فانت قلتي طب ليه ما اعملش كذا؟ ولا دي منافسه كويسه اللي هو انت قصدك طب يعني ليه غاده تعمل حاجه مكلفه، طب ما انا ممكن اقدمها للناس بسعر اقل؟ لأم ما شاء الله سالي وغاده فنانين، عارفه فنانين بتوع الرسم والكلام ده. فدي موهبه من عند ربنا مش عند كل الناس، فانا وصلتها للواحد اللي مش فنان. انا بعرفش ارسم كويس بس انا هعرف اعمل حاجه حلوه، بدل ما انا هقعد ما شاء الله عليهم يقعد من الرجلين والايدين مش خالق الكلام ده خالص. ومناخيره وانت كنت بتاكل كده بسهوله كده، مش خالق فيها الكلام ده. فلا انا ممكن اعمل عجينه السكر عادي جدا ببساطه يعني بصي انت حد يجي يتفرج على حاجه ممكن يتعقد. بس ده تحس ان العيش صعبة لا 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 مش كده. بصي يعني انت عملتي اللي انت عملتيه ده بحاجه صعبه جدا. طب انا نفسي اعمل، بس انا مش حكايه قله فلوس بس. لا ما عنديش الخبره دي او ما عنديش الفنيه دي، هو قدرتي كده. ما اقدرش ارسم، ما اقدرش اشكل بالصلصال، انا بعتبرها عجينه السكر دي صلصال يعني. الورده اللي بتعمليها ولا الحاجه اللي بتعمليها دي، بس نفسي اعملها. فانا بوصلها لهم في دي. لا عجينه السكر هي مش مكلفه خالص خالص، ده انت مجرد ما جبتي كيلو سكر على ربع كوبايه ميه على ربع كيلو ربع كوبايه من الجيلاتين الباودر ودوبتيهم مع بعض عسل الجلوكوز، خلاص عملتي عجينه سكر. هتغطي بقى طيب بالارياف ممكن يعملوها. ليه حاجه يعني الارياف اللي ممكن طبعا هنا عجينه السكر بتتباع بس في اماكن معينه، بس ممكن محافظات تانية ما تعرفش تجيبها. لا انت هتعمليها حاجه قليله جدا معاكي اهو، وهتشكليها بالتشكيلات دي وهتعملي حاجه شيك قوي. ففكرهم بس العذر. عشان مش تبقى يعني لازم اعمل عشان اعمل تورتاي اعمل كل ده، لا لا مش لازم، ببساطه خالص وبسهوله وبعدم تكلفه بطريقه يعني يعني مش منافسه. يعني ما عملتش ده عشان هم بيعملوه زي ما انا اعمله. لا انا عارفه ان انا ما بعرفش اعمل اللي بيعملوه ده، انا ما بعرفش ارسم ما شاء الله، بيقعدوا يرسموا كده وحاجات انا مش دي بتاعتي. فما اتدخلش فيها، بس انا اعرف اعمل اللي على قدي اللي ممكن اي حد بسيط يعمله. طب مدام نجلاء، ممكن بقى اخر سؤال اللي عندنا النهارده، عايزين نعرف ايه النصايح اللي ممكن تقدميها للبنات او جيلنا عموما كبنات واولاد، تحبي تقولي لهم ايه مثلا؟
يعني ايه الحاجه اللي نفسك انا حاسه البنات الاولاد دلوقتي مفيش تحمل مسؤوليه خالص، كل واحد متكل على مامته وباباه والكلام ده من ناحيه الاكل ولا من ناحيه كل حاجه والله من كل حاجه، كل واحد كده مش مفيش تحمل مسؤوليه. زمان كنت اسالي زي اي حد قديم كده مامته بتعرف تطبخ اه شفتي بس كنت ليش فضايح لكن انا ما بسترش فاي حد دلوقتي تلاقيه ايه معتمد على مامته وباباه، ده هيجيب لي ده هيعمل لي، مش عارف هو حتى عايز يطلع ايه. يعني كان زي لما تسالي حد انت عايز تطلع ايه، التلاميذ احنا كلنا كده، ده دكتور وده مهندس وده مش عارفه مذيع وده مفيش الكلام ده، زي ما تيجي زي ما تطلع تطلع بقى ما يصلح لها ربنا. طب واحنا المفروض البنات يبداوا يتعلموا الاكل ويدخلوا المطبخ يعني من امتى؟ لا ده ده رق على مامتهم بقى. بس انا في حاجه غريبه يعني انا مثلا وانا صغيره كنت بحب جدا اقف في المطبخ جدا وعلى طول اقف في المطبخ وانا صغيره، يعني مثلا في اولى اعدادي زي كده. دلوقتي ما بدخلش المطبخ خالص، يعني مش فاضيه ولا مش بتحبي؟ لا مش فاضيه، مش بحب خلاص، حاسه المطبخ ده مش يعني مش هو ده الحياه يعني لا انت اشتريتي دماغي انت لقيتي اللي ياكلك فقلتي انا هخش بالظبط. فعشان كده بحس ان هو يعني حتى لو دخلنا من صغرنا مش ممكن، يعني ممكن عادي نكبر نزهق عادي، يعني اللي يلاقي الدلع ما يدلعش لا 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 بالعكس، انا من صغري جدا بخش المطبخ، بحب المطبخ جدا، حشريه مطبخ يعني. هيك دخلتي من صغرك جدا يعني من ورا مامتي كل كده ده تعليم المطبخ. تعليم من الصغر ولا برضو في قرايه في انترنت بتدخلي تقري من عليه وتجيبي وصفات؟ انت انترنت وكتب واكتر من ده كله وده كله. احب اسال ست الكبار قوي، ما اقعدش مع ست كبيره كده اللي هو ايه ده عملتي فيه ايه وده عملتي فيه ايه، مامتك كانت بتعمل ايه، جدتك كانت بتعمل لك ايه، بجيب الاصول من جوه. فدي بقى اكتر يعني عايز اقول لك اسئله الناس اكتر من الانترنت والكتب. طبعا كل ده موصل ببعضه، بس اسئله الناس دي كانت حاجه حلوه ان بجيب وصفات مش على الانترنت ولا في الكتب، ولا تلاقيها في الكتب حتى. فدي وصفات بتبقى بقى خبرات. طب اخر سؤال عايز اسال اخر سؤال دلوقتي، انا لاحظت ان مثلا فتره سي بي سي سفره كانت جابت منتج كده زيت مشيتوا عليه فتره، بعد كده المنتج ده اختفى، دخل منتج تاني، هو كان اول حاجه زيت، تاني حاجه كانت سمنه وما زالت لسه موجوده. طب في ناس كتير، انا من الناس اللي قلت لا السمنه دي يعني سمنه يعني نوع السمنه ده معروف ان هو عموما السمنه اللي بتبقى في العلب بتبقى رخيصه يعني مهدرجه. فطب حضرتك لما بيجي لك مثلا يقول لك احنا في سمنه هتبداي تستخدميها، بتفكري ازاي؟ بتروحي تقري مثلا عليها ولا بتقولي لا خلاص او حاجه عشان يعني دي حاجه يعني انا ماليش دعوه بيها، ماليش دخل؟ لا 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 حاجه منفعش. زي بالظبط شو يعني حاجه ماليش دعوه بيها، ما ينفعش اعلن عن حاجه انا مش مقتنعه بيها، ما ينفعش خالص. يعني حضرتك بتعملي عليها مثلا زي انا تقري بقعد كده معاهم واعرف اسالهم دي ايه ودي ايه، حتى ممكن ياخدك المصنع وتشوفي عشان انا اقتنع. يعني كذا حاجه اعلنت عنها كده بنفسي، لازم مكوناتها ايه، معموله من ايه، المضر والصحي. يعني لما سالت مثلا على السمنه اللي عندي دي عرفت ان هي غير مهدرجه ودسه نخيل عادي جدا، بس قلت لهم بيجمد من ايه؟ اقول له بيجمد من درجه الحراره ايه؟ العاديه بتاعت الاوضه، لو حطيتيه كده زيت النخيل ده بيجمد لوحده. طب دي معلومه اول مره اعرفها من نوع السمنه دي. لا سالت بكل حاجه، ما انا عارفه الناس رد فعلها ايه. بالظبط هيسالوا، في ناس بيهتموا ومش هدي حاجه الناس تضرهم. بالظبط، لان حرام عليا ما ينفعش. مش كل الناس بتهتم قوي بالقيمه الغذائيه، في ناس ما بتقراش اصلا اي حاجه، ما بتقراش نيجي نشتري منتج فوبي عليك قيمه غذائيه. انا من الناس اللي لازم اعرف ده مثلا صحي مش صحي. لا وعليه علامه ان هو غير مهدرج، الحاجات دي كلها علامه صحيه من وزاره الصحه، هي المسؤوله بقى انا ماليش دعوه. طب مدام نجلاء بقى في اخر حاجه كده، توعدينا ان شاء الله انك تعملي لنا اكل صحي صحي، يعني حلقات كده بالسمن البلدي والسمنه دي وحلقات اكل صحي دايت، يعني للناس مثلا زي انا عايزه اسمع، مش اسمع عايزه الاقي فيه وصفات كتير اختار منها صحية. طب انا بقولك، طب انا بعمل وصفات كتير بس ممكن اشيل منها حاجه خلاص بقت هي دي الدايت. بس يعني عايزاها برضو تكون صحيه، خضار ني في ني ومش عارفه ايه والكلام ده، بس انا ممكن اروح مدبره له في الاول بصلايه كده بملح وفلفل واطعمها جدا. لو شلت معلقه السمنه منها انت بقى عندك الوصفه اهي كتير. بقولها لو تذاكري بس وتنتبهي كده الحصه اللي بعملها دي اقعدي مركزه كده بس زي الصيامي، الاكل الصيامي الاكل بتاعنا. انا بعمل اكل عادي جدا، بقول لهم لا اخواتنا المسيحيين اللي هيصوموا الصايمين هيشيلوا دي ويحط دي، زي مثلا عادل مسقعه اول امبارح ومعايا ناس مسيحيين في الاستوديو، قلت لهم بصوا الوصفه دي من غير الجبنه الموتزاريلا خلاص بقت كده وصفه بتاعتكم حلوه جدا. برضو ممكن تكون صحيه، ما هي صحيه جدا عشان ما فيهاش جبنه، بس هنحط الجبنه عليها بقت مش صيام وبقت وصفه عاديه.
بس هي مش دايت لان هي مقليه في الزيت فده سقعه، بس عملتها بشكل لطيف جدا وشيك كده وعلى جبنه موتزاريلا دلعتها يعني. طيب عايزه اعرف حاجه بقى، يعني ابدا دلوقتي ادخل المطبخ ولا استنى لما اتجوز؟ اه تودينا في داهيه بقى. نصيحه بقى من مدام نجلاء الشرشابي ليا. لا طبعا لازم تخش المطبخ من بدري جدا عن كده، كمان من اول امبارح كده تخش المطبخ. كده يا مدام ماشي. ايوه عشان تتدربي ما تعملناش مشاكل بعد كده. طيب ماشي، بشكرك قوي يا مدام نجلاء. شكرا ليكي يا حبيبتي، شكرا ليكي، اتشرفت بيكي جدا وانا مبسوطه معاكي قوي. ميرسي ليكي، شكرا. اتشرفت النهارده بضيفتنا الشيف نجلاء الشرشابي، واستنوها بقى ان شاء الله في شم النسيم على CBC 0.